Bonjour, bonjour les filles, ça va le bessayer comme l'humain gibna ou had l'osphal l'isère l'octisa d'yadil un dessert l'ikulchi ki hmakali l'kbir ou s'rère. Un dessert l'ikirrej ki mia ou fira. Radim d'amakum b'l'makader. Un dessert smichou mihelle bien si je m'agaltech l'ikom. Je pense que chic y arfa la kabel l'machareka ki diro heb zef zef. Radim d'au b'l'osphal fira un باكي ديال الفرماج اللي عندكم انتوما في الدار ليسونسييل يكون فيها 150 غرام. انا حيت عندي هادي داكشي علاش استعملتها. كناخدو من السيترو ديال الحليب السائل، كناخدو 6 المعالق ديال الحليب بودرة او ما يسمى بنيدو، كناخدو 3 المعالق ديال لا كريم باتيسيير، وانتوما تقدروا تعوضوه بالمايزينا. انا على قبل كيعجبني الكريم باتيسيير على قبل كيعطي واحد لو غو كريمي كثر، هذاكشي علاش كيعجبني كنديرو. ناخدو 3 المعالق ديال السكر سنيده، واخيرا الفاني. الفاني الا كان عندكم سائل كديرو معلقه صغيره، جو بريفير هذاك السائل كيكون زوين كيعطي لو غو ديال الفاني كثر من هذا. دابا غادي ندوزو للتزيين. هنايا غادي نوريكم هذاك الحوايج اللي تقدروا تزينوا بهم الوصفه ديالكم. هنا مثلا شديت البيستاش هرمشتو وتا هو غادي ندير به. غادي نشد مثلا اللوز الا كان عندك اللوز ولا الكركاع ولا اي فخويساك ولا الزبيب مثلا كاين اللي عز عليه الزبيب حتى هو تقدر تزين به. هنايا شوكولا فيرميسيل حتى هي تقدروا ديروها. ولا ما كان عندكم حتى حاجه كاع ضروري غادي يكون عندكم الكونفيتور. دونك اي حاجه عندكم في الثلاجه تقدري تزيني بها كتزيني بها. مثلا هنايا درت الكونفيتور ديال المشمش، تقدري ديري ديال الفخيز، اي غو اي غو عجبك ديريه. ليسونسييل تزيني باش يجي المنظر شويه زوين. خليكم معنا تبعوا معنا انا نوريكم الوصفه. كيف ما كتشوفوا هنايا شدينا الحليب ديالنا، هذاك السطر ديال الحليب درناه في كسرونه ودرناه على عافيه مهيله، كنديروه كنبقاو نحركوه وكنزيدو بالمقادير بشويه بشويه. هايا هنايا لا كريم باتيسيير كنديروها هايا وكنحركو باش ما تكعرش لينا تكورش لينا ولا تكعرر. هنايا كنشدو نيدو ديالنا حتى هو كنديروه كنقاو سكر سنيده حتى هي اللي عز عليه السكر يقدر يزيد. انا درت 3 ديال المعالق، مي الا بغيتي تقدري ديري 4 ولا 5. وهنايا سكر فاني بالنسبه للفرماج ما كنديروه حتى كتعقد لينا الوصفه شويه. عاد كنزيدو الفرماج وانتي كتحركي وانتي كتحسي بالوصفه راه غاده تعقد. ما هي دابا شويه خفيفه كما كتشوفوا ملي كتبدا كتعقد هكا كيف ما كيبان لكم. كنزيدوا الفرماج من الفوق هايا وكنبقاو نحركوه حتى كينسجم مع المكونات اللي خلطناهم من قبل. كنخلطو مزيان صافي. وهي سخونه عندك وتخليوها تتبرد، وهي سخونه كنخويوها في الكيسان حيت ابري كتجمد ما تبقاش داليكم في الكيسان. من بعد ما حيدنا الخليط ديالنا من فوق العافيه كيف ما قلت لكم كديروه وهو سخون في هاد الاطباق ديال التزيين ديالكم، كنديروه من فوقهم وهو سخون. هذاك الشيء اللي غادي نزينو به هايا كيف ما كتشوفوا هايا هنايا كنديرو باش يشد لكم. وبغيت نقول لكم حتى الوصفه اللي جاتكم عاقده بزاف تقدروا تزيدوا فيها الحليب ماشي مشكله. هيا
نديرو هنايا بيستاش مثلا اللي عندها الوليدات كل واحد كيبغي حاجه دير لهم هذا القدير ديال كل واحد دير ليه داكشي اللي كيبغي pour moi là qui est j'aime rien confiture madame pour que j'ai bien l'ouvrir ah y a qu'on dخلوها من بعد الثلاجه كنخليوها واحد الساعه ومن بعد بصحتكم كتاكلوها بالراحه والعافيه ما تنساوش الا عجبتكم هذه الوصفه تابوناو معنا ديروا لينا جيم و تفعلوا الجرس يلا شكرا بزاف بزاف مع ديسير جديد ومع فيديو جديد ميرسي